في الميدترم والفاينل هنتعرض لأسئلة كتير نحتاج فيها لحساب الماجنيتيود لفيكتور أو حساب اليونت فيكتور لفيكتور أو التعبير عن الفيكتور as a vector باستخدام its magnitude and its unit vector. Problem 21 بيعلمنا الكلام ده. Write the vector A مدينا 3 components as the product of its magnitude and unit vector. يبقى عندنا vector 3 components. هنحتاج نجيب magnitude بعدين نجيب unit vector ونعبر عن vector as the product of its magnitude مع its unit vector. ازاي نجيب الماجنيتيود لفيكتور؟ قلنا الكلام ده في شابتر 1. عندنا فيكتور A عشان اجيب its magnitude نحسب السكوير روت للسم of its 3 components AX سكوير مع AY سكوير مع az سكوير. نحسب ال ax ب 400 نربعها، ال ay ب 200 نربعها، ال az ب نيجاتيف 100 نربعها. طبعا لما نربع النيجاتيف بتروح، بالآلة طلع 458.3 ونفس الوحدة متر بير سكند سكوير. داني نيوتن يبقى نيوتن، داني متر يبقى متر. جبنا الماجنيتيود، ازاي نجيب اليونت فيكتور؟ اليونت فيكتور A نحط عليها هات equals الفيكتور A تقسيم its magnitude. الفيكتور A كان 400، كان 3 components 400 مع 200 مع نيجاتيف 100، نقسم على الماجنيتيود اللي حسبناه اللي هو 458.3. بالآلة ال 400 تقسيم الأنصر طلع 0.873. ال 200 نص ال 400 ضربت في هاف اداني 0.436. ال 100 نص ال 200 هضرب في another point half، ما ننساش النيجاتيف 0.218. ده اليونت فيكتور اللي هو A هات. دلوقتي نقدر نعبر عن الفيكتور اللي اسمه A باستخدام its magnitude مضروبا في اليونت فيكتور equals يبقى 458.3 مضروبا في 0.873 مع 0.436 مع نيجاتيف 0.218. طبعا الثري كومبوننتس لليونت فيكتور لابد يكونوا بين النيجاتيف 1 وال 1، ما يقلوش على النيجاتيف 1 ولا يزيدوا عن ال 1، مفيش اي قيمه فيهم تنفع تكون اكبر من 1 از ابسولوت، يعني ما ينفعش يكون نيجاتيف 2 ولا 2 ولا 1.5 ولا نيجاتيف مثلا 3. لو عايز تتاكد ان شغلك صح رد اضرب الماجنيتيود في ال 3 كومبوننتس لليونت فيكتور، هيدينا نفس القيم الاوليه بتاعه الفيكتور. في شابتر 3 في الجرافيتيشنال فورس وفي الالكتريك فورس هنعمل العكس، هيكون عندنا الماجنيتيود واليونت فيكتور ونعبر عن الفيكتور باستخدامهم. نضرب الماجنيتيود في 3 كومبوننتس يطلع لنا لليونت فيكتور، يطلع لنا 3 كومبوننتس مش لليونت فيكتور، يطلع لنا بقى 3 كومبوننتس للفيكتور نفسه. بيكون عندنا ماجنيتيود و 3 كومبوننتس اوف يونت فيكتور. نضرب الماجنيتيود في كل كومبوننت من اليونت فيكتور يطلع لنا الكومبوننت للفيكتور نفسه. يعني لو ضربت انا دلوقتي 458.3 في 3 كومبوننتس هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا 400 مع 200 مع نيجاتيف 100 اللي هي 3 components للفيكتور.